اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ولقاء يتجدد على ارض مصر نرصد فيه بعد ساعات كاميرتنا اهم الاحداث والاخبار التي تحدث على ارض مصر. السياحة أحد أهم محاور التنمية في مصر، وقد كشفت وزارة السياحة والآثار عن نجاح مصر في جذب وتحقيق معدلات تاريخية لأول مرة في أرقام السائحين، حيث تشير الأرقام والإحصائيات إلى وصول أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وهو رقم غير مسبوق. ومصر تستحق النصيب الأكبر من السياحة العالمية، وهناك هدف مرجو تحقيقه أن يصل عدد السائحين في مصر إلى 100 مليون سائح. وتشير الإحصائيات أن مصر لديها 215 ألف غرفة فندقية، وتستهدف زيادتها إلى 500,000 غرفة، وذلك يتطلب جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. وقد حققت مصر في هذه النجاحات رغم التحديات والأزمات التي واجهتها على مدى السنوات الماضية، وقد جاءت هذه النجاحات نتيجة استراتيجيات طموحة وإجراءات سريعة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحضير القطاع الخاص على المشاركة في تطوير وإطلاق صناعة السياحة. وبالفعل استطاعت مصر أن تستعيد مكانتها الحقيقية على خريطة السياحة العالمية. ويحظى قطاع السياحة في مصر بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، إذ يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر. وتحتضن مصر الآلاف من المواقع الأثرية والتراثية التي تجعلها قبلة للزائرين وللسائحين من مختلف دول العالم، بجانب المقومات والأنماط السياحية الأخرى كالسياحة الترفيهية والشاطئية وغيرها. وقد انطلق على أرض مصر وبالتحديد في مدينة العلمين الجديدة أكبر مهرجان ترفيهي رياضي في مصر والشرق الأوسط، وهو مهرجان العلمين الجديدة 2023 في نسخته الأولى، وذلك تحت شعار العالم علمين. وتقام فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل على مدار 45 يوما، تستقبل خلالها مدينة العلمين ما يقرب من 1 مليون زائر في مصر والوطن العربي. وكشفت إدارة المهرجان عن تفاصيل فعاليات المهرجان والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر. وعلى رأس هذه الفعاليات بطولات رياضية وأحداث ترفيهية، ومن بينها كرة القدم الشاطئية، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وبطولة بادل عالمية دولية، وبطولة التجديف، بالإضافة إلى عروض للطائرات RC، كما يقام عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، بالإضافة إلى سلسلة كبيرة من الحفلات الغنائية الضخمة لعدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ونجوم عالميين. اهلا بحضراتكم مشاهدينا على ارض مصر. وصلاح جاهين في اشعاره قال على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. التاريخ لما يتكلم عن مصر سياحيا هيتكلم عنها كتير. مصر بتتميز بموقع متميز، بتتميز بمناخ متميز، بتتميز بعدد انواع سياحه كتير، سواء كان سياحه اثريه، سياحه دينيه، سياحه شواطئ، سياحه علاجيه، كثير وانواع كثيره تقدر ان هي تعمل جذب كبير سياحي. والسياحه زي ما حضراتكم عارفين هي محور هام من محاور التنمية. النهاردة هنتكلم عن سياحة جديدة بتدخل على أرض مصر، وهي سياحة مهرجان العلمين الجديدة، ونعرف أكتر تفاصيل من خلال لقائنا معنا ومع حضراتكم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الإسكندراني المتخصص في الشأن السياحي وعضو نقابة الصحفيين. مرحب بحضرتك وأهلا بيك معنا. أهلا وسهلا بيك يا فندم، منور الدنيا. تبدأ أستاذ محمد، يمكن الفترة الأخيرة كان في مشاكل كثيرة جدا بتواجه البلد، وكان في تحديات كثيرة جدا بتواجهنا، وتحديدا لو كلمنا عن السياحة، أن طبعا بعد الثورات اللي قامت يعني أقيمت على أرض مصر حصل يعني هبوط شوية من الناحية السياحية، لكن دلوقتي في رواج بدأ أنه يرجع مرة تانية. الجهود اللي تمت في هذا المجال، يمكن الملف ده مهم جدا. احنا هنتكلم مش ثورات فقط، احنا بنتكلم كمان على أحداث جارية، منها الطائرة الروسية 2015 تحديدا أكتوبر 2015، بنتكلم على أحداث كورونا طبعا والانغلاق العالمي اللي حصل، وهكذا لغاية الوقت الحالي. كل دي تحديات مرت بالقطاع. قطاع السياحة يمرض ولكن لا يموت. فهو اقتصاد حيوي ومهم، وقطاع هام جدا للاقتصاد
العام سواء على مستوى مصر او الخارج حتى كمان. ويعتبر المحرك الاساسي لقطاع السياحه هي عمليات التطوير اللي بتتم النهارده على ارض مصر. النهارده الخريطه السياحيه او الرؤيه اللي احنا رايحين فيها حاجه بقت حاجه غايه من الجمال وغايه من الدقه والتجهيز والتخطيط والتنفيذ ورؤيه على مستوى بعيد كبير. هتكلم لو اتكلمنا عن نقطه الترويج للقطاع السياحي المصري، ابتدينا ناخد نهج جديد او اليات جديده عن طريق السوشيال ميديا، استخدام المؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي وتسخيرها لترويج السياحه المصريه. دايما انا بعترض على جمله مصر خلقنا لينا دور على الخريطه السياحيه. مصر لا يمكن ان نقول عليها هذا، او المنتج السياحي لا يمكن ان نقول عليه هذا. لدينا ما يكفي من المنتجات السياحيه لا تؤكد نحن على راس الخريطه السياحيه، ولا يمكن محونا من الخريطه السياحيه او نظهر ونختفي نهائي. مصر هي الاهرامات والاثار والتاريخ، مصر هي الترفيه، مصر تنوع المنتج، مصر ثقافه ابن البلد الكويسه. كل ده الناس بره بتقراه كويس جدا، التور اوبريتور منظمي الرحلات بيشوفوا ده كويس وشايفين المنتج السياحي المصري من اقوى المنتجات. لا يمكن اضيع النهارده السوق الاوروبي لما بنتكلم عليه شايف مصر ازاي. لا احنا السايح نفسه بدون حتى ضغوطات حكوماته من حظر او تحذير سابقا لما كنا بنشوفه كان السايح بيلتف على تلك القرارات ويبتدي يجي مصر عن طريق دول اخرى، ويمكن ابرزها القصه الروسيه كانوا بيجوا عن طريق تركيا يبتدوا يجي المقاصد المصريه. فهنا انا باكد على نقطه قوه المقصد المصري. هرجع لنقطه كمان التحديات ويمكن اتكلمنا فيها التطوير اللي احنا شاهدناه في القطاع السياحي. هتكلم على الجزء الاول هو ملف التدريب. ملف التدريب بالفعل تم تدريب الاف العاملين من القطاع السياحي حتى فتره ركود. تخطينا تحديات كثيره من الركود اللي احنا شفناه عن طريق دعم الدوله من القوى العامله وخلافه، اللي هو ازاي مسانده العاملين بالقطاع السياحي في وقت الكبوه. وتم بناء عليه دراسات ان يتم وضع صندوق خاص بالكوارث اللي قد تحدث نتيجه انخفاض بعض الحاجات. تمام. طيب الجزئيه كمان الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها التوجه نحو الاستثمار الفندقي والتوسع في رحلات الطيران الموجوده من خارج لمصر والتدريب والاستثمارات اللي احنا بنستهدفها. دي نتيجه استراتيجيه الدوله اللي احنا منتهجينها لحد 2028 اللي هي بتستهدف 30 مليون سائح ب 30 مليار دولار. طبعا كلنا ما اتكلمنا مع كتير من السياحيين، يا جماعه ده الرقم ده هل احنا قادرين نحققه ولا لا؟ قال لك بالفعل احنا قادرين نحققه نتيجه الخطه اللي موجوده. طيب سريعا كده، موجوده في الترويج ولا الخطه؟ ليس الترويج فقط، احنا بنتكلم على ثلاث محاور مهمه. المحور الاول احنا اتكلمنا فيه على فتح باب الاستثمار، تحسين التجربه السياحيه للسائح. احنا عندنا كانت مشكله سابقا ان السائح بيجي لنا مره واحده وما يقررش الزياره، فدي كانت مشكله. لا احنا النهارده فاتحين باب الاستثمار، توسيع الرحلات الطيران، عاوزين ضخ اكبر رحلات الطيران سواء بقى طيران منتظم او طيران شارتر اللي هو غير منتظم يعني، او منخفض التكاليف. فكل المحاور دي حاجه مهمه جدا. والان وفق الاستراتيجي دوله يمكن الرقم اللي هو 30 مليون سائح بنقول عليه احنا كبير، لا مصر تستحق لغايه 100 مليون سائح. واحنا كنا كده فتره من الفترات قبل التحديات اللي بتواجهنا دي يعني احنا كنا كان عندنا كم من السائحين يعني هائل حقيقي. طيب هرجع لنقطه تاني، النهارده لو احنا بنتكلم عن ترويج ثم باب الاستثمار وتحسين التجربه السياحيه، ودي استراتيجيه الدوله اللي احنا اتكلمنا فيها عشان استهداف 30 مليون سائح، لما نيجي ننظر لمهرجان العالمين الجديده، المهرجان ده حقيقي مليونيه سياحيه واكبر حدث ترويجي في منطقه البحر المتوسط لا يمكن ان يكون مثله في العالم كله. طب قبل ما نتكلم عنه خلينا نقول هو عباره عن ايه؟ طب. والتخطيط ليه كان ازاي وهيتم فيه ايه؟ جميل. يعني يمكن احنا من الفعاليات المهمه الحدث ده. التخطيط ليه حقيقي يمكن او الرؤيه بتاعته كانت جميله جدا، او فلسفه هي جذب استثمارات في تلك المنطقه واحداث ترويج سياحي فيها، ليس مجرد هي فعاليه او كرنفال وخلاص. لا ليس النتائج ما بتظهرش في نفس التوقيت، بالعكس احنا على امتداد الشهور او على امتداد الايام دي هنقدر نجذب الكلام ده ازاي. يمكن من التفاصيل المهمه اللي جت ازاي انت تنظم حدث زي ده في المدينه دي عن طريق تجيب مليون زائر او سائح من الدول العربيه ومن مختلف الدول تيجي تشارك. هل السؤال هنا المهم، هل احنا قادرين طاقتنا الفندقيه نستوعب الكلام ده في منطقه العالمين؟ بالفعل هو هيعمل حدث او رواج سياحي كبير جدا، اسكندريه مطروح العالمين، عشان نقدر نغطي الكميه دي، فبالتالي هتدفع بالحركه السياحيه والمؤشر السياحي كلام. تمام. في نقطه مهمه هنا كمان يعني من ضمن التفاصيل، دايما كنت بسال السائح العربي فين؟ ما كناش شايفينه دايما نسمع يروح المالديف، اوروبا، ايا كان دول شرق اسيا والكلام ده. لا النهارده لما العالمين تعمل الحدث ده، اذا فبالفعل تم استهداف السائح العربي بحملات ترويج كويسه جدا من هيئه تنشيط السياحه.
بالتنسيق طبعا مع القطاع الخاص واداره طبعا المهرجان او مجلس امناء المهرجان. شفنا الكلام ده ولمسناه بشكل جيد جدا ان ازاي تستقطب بقى اذا العالمين بقت البديل الامثل لكل السائح العربي اللي هو يجي يزور مصر. طيب ودي هتبقى النقطه بدايه من خلال المهرجان ده، هيبقى ده نقطه للاستمراريه في السنوات القادمه. دي حقيقة. وهنا كنت عاوز اتكلم عشان جزئيه الاستمراريه. انا مش هتكلم بس على الاعداد، طبعا الاعداد المهرجان وفقا للسؤال اللي اتسال لي طبعا اعداد قوي جدا وكان تم على مدار يعني ايام كتيره. ولكن اللي انت تقدر تنظم منتجات مختلفه او من انواع السياحه مختلفه على مائده واحده هي مائده السياحه في العالمين، دي كانت نقطه انا حقيقي بحييهم عليها. نقطه خاصه لم نراها على المستوى العالم كله او في اي دوله سياحيه منها اسبانيا على البحر المتوسط اليونان او خلافه. حقيقي لا، احنا شفنا منتج السياحه الرياضيه، السياحه الترفيهيه، السياحه الثقافيه، سياحه الفن، شفنا منتجات كتيره حقيقي يمكن معروضه. خلينا نوضح لهم يعني هنقول ان المهرجان ده هيتعمل فيه زي ما يمكن كنت في الخبر الاولاني ان هيتعمل فيه مسابقات كره قدم، هيتعمل هيكلمنا اكتر يعني هل في دعوه يعني الكره القدم دي هتبقى مين؟ هل هتبقى شباب جايين ولا فرق معينه محترفة. ولا فرق محترفه محترفين في تمام. المجال ده احنا بنتكلم على كره الشاطئ، بنتكلم على جيت سكي اللي هو مسابقه في المايه، عندنا كمان كره طايره، احنا بنتكلم على مسابقات سيارات، كمان الطيران الار سي اللي هو في الجو بيعمل احتفالات وبيعمل كرنفال جامد، في كمان سكاي دايف اللي هو القفز بالمظلات الموجوده. انت متخيل حضرتك معايا ان حتى سياحه المغامرات ما نسيوهاش، دخلوا كمان فيها اللي احنا بنروج للكلام ده. احنا عملنا وجبه سياحيه دسمه تناسب كل الاذواق وبنخاطب الشرائح كمان العاليه. يعني مش بنخاطب مثلا السائح، دايما كان يقول لنا زمان ان مصر يعني في الاقل تكلفه الأقل فانت تكلفة. بتخاطب الفقراء يعني مش بتخاطب الاغنياء. فهنا النوعيه دي اللي احنا بنتكلم فيها نوعيه من الشرائح العاليه. اذا هنا انا بتكلم عن سياحه الكيف وليس الكم. يعني يمكن في الجزء ده. طيب اذا كنا بنتكلم في المويه، اذا حققنا المعادله الصحيحه هي سياحه الكم والكيف في ان واحد موجوده في المهرجان ده. طب مش هتكلم على دي وبس، يعني مش يعني يمكن حضرتك سردنا مع بعض المنتجات السياحيه او المهرجان هيبقى فيه ايه، بالاضافه طبعا لحفلات النجوم الكبار او مشاهير النجوم زي نانسي عجرم وخلافه. دي طبعا السياحه الفنيه هيقام حفلات يعني طبعاً في موجوده طبعا على مدار المهرجان. احنا بنتكلم في 44 يوم من الاثاره والتشويق السياحي لا رجعت فيها، يعني ما فيش دوله في العالم قدرت تعمل ده خالص. وعروض ازياء اعتقد كمان طبعا في عرض ازياء لاول مره في التاريخ او لاول مره في منطقه البحر المتوسط يتم عمله على البحر، ما شفناش ده. يعني حتى في دول اوروبا متقدمه او الكلام محطوط على البحر المتوسط ما شفناهوش. طيب الجزئيه كمان الجميله من ضمن فعاليات المهرجان ان هو بيروج لفكره الاستثمار السياحي الموجود. بمعنى احنا النهارده عندنا لو اتكلمنا بالارقام شويه احنا بنتكلم على 340 مليون سائح موجود على منطقه البحر المتوسط. للاسف مصر لم تستفاد استفاده قصوى منها، لكن الان بوجود العالمين اعلنت يعتبر شبه اعلان ان احنا خلاص فتحنا باب الاستثمار، تعالوا يا جماعه اتفضلوا، منتجعات سياحيه، مساكن سياحيه، مطاعم، ابراج عالميه زي ما حضرتك شفنا احنا بنتكلم على 15 برج عالمي يعني سكني وما بين ترفيهي وخلافه. هنفتح كمان للجانبين المنطقه من اسكندريه لغايه الساحل الشمالي ومن الساحل الشمالي لغايه مطروح. احنا بنتكلم في المنطقه دي هتستوعب كميه من الفنادق والتنميه السياحيه اللي عاليه جدا. اذا انا خلقت لمصر منتج سياحي حقيقي لا يمكن ان يضاهيه احد، واستقطبت من ال 340 مليون سائح جزء شريحه لمصر استحقها. طيب دايما السؤال هنا هل انا جاهز لده؟ بالفعل احنا جاهزين لده. طب خلينا نتوقف عند يعني احنا ازاي قدرنا ان احنا فعلا نحقق ده بعد ما نطلع بهذا الفاصل. نطلع مع حضراتكم مشاهدينا لهذا الفاصل ونرجع معاكم على ارض مصر. اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره تانية على ارض مصر، وتوقفنا عند احنا نقدر فعلا ان احنا نستوعب كل ده، هنقدر التنظيم اتعمل ازاي؟ حقيقه التنظيم يمكن انا بشيد فيه. وهنا في نقطه التنظيم انا حابب برضك عشان ما اخفلش دورهم شركات السياحه المصريه. ازاي تقدر توفر الطيران وتروج للبرنامج اللي هيتعمل على مدار 44 يوم اللي يحضروا الحفلات والانشطه والمسابقات الرياضيه زي ما شرحنا في بدايه الحلقه. حضرتك ده كان طبعا بتكلفه مثلا معينه، وطبعا هنا بنستهدف السائح العربي. فطبعا يعني انا شايف نسبه اقبال من كبيره جدا. يعني حضرتك شايف ان فعلا بدات حجوزات تتعمل وبدات بالظبط كده. احنا بنتكلم في مليون سائح
او يعني ده التارجت اللي حطاه وزاره السياحه بالظبط. لا احنا مش وزاره السياحه فقط احنا بنتكلم على منظومه كامله يعني. احنا بنتكلم على مجلس الامناء، بنتكلم على شركات سياحه، بنتكلم على منظومه كامله متارجت الرقم ده، وهو ده الرقم المتوقع حقيقي. ده الرقم ده مش جاي من فراغ، الرقم ده جاي من تنظيم كبير جدا، تنظيم من مجلس الامناء، تنظيم من شركات السياحه حقيقي. المنظومه كامله يعني اديها 100% بصراحه يعني حقيقي. في كمان الترويج بيتم كمان على السوشيال ميديا بشكل كويس للبرنامج او المهرجان. حقيقي نجوم المجتمع كلهم هيبقوا موجودين، صحافه واعلام. يمكن النهارده انا ما بروج للمهرجان ده، اتمنى اشوف لي نسخه ثانيه، ولكن هنا لازم في تداعيات لازم اخد بالي منها جدا الفتره الجايه، او ان شاء الله النسخه الثانيه منه، اللي هي انا عندي عده مطارات موجوده للربط عشان خاطر اقدر اجيب السائح لغايه العلمين او منطقه الساحل الشمالي. حقيقي محتاجين التوسعه في مطار مرسى مطروح، محتاجين مطار برج العرب طبعا هو يعني مطار قوي جدا، محتاجين مطار العلمين يتم لاستقبال الطيران الشارتر وليس الطيران المنتظم. الطيران الشارتر هم منخفض التكاليف عشان اقدر اجمع سياحه من كل العالم تصب عندي في منطقه العلمين والساحل الشمالي. ده هيستدعي برضو مجهود مني من الطرف الاخر ان القطاع الخاص يخش بقوه للاستثمار الفندقي والمنشات السياحيه، اللي انا اقدر اوفر مطاعم، اقدر اوفر مدينه ملاهي كبيره تقول او مناطق خدمات مجاوره للعالمين. يبقى هنا عملت تنميه حقيقيه على الساحل الشمالي من اسكندريه لمرسى مطروح والعالمين طبعا هتبقى القلب النابض كذا. جزئيه ثانيه مهمه، محتاجين نعمل مراين خاصه بسياحه اليخوت الموجوده. ده جزء مهم، واعتقد ان وزاره النقل قايمه بدور كبير جدا عشان توفر المنظومه دي وتعملها بشكل الكتروني، يقدر يجيب لي كافه سياحه ونقدر نستقبل بقى ايه الشريحه العاليه جدا من اصحاب اليخوت حول العالم. مهم اهميه بقى الشريحه العاليه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اهميتها سياحيه الشريحه دي. احنا هنا بنعمل قدره انفاقيه عاليه، فبالتالي بنقدم جوده الخدمات، والقائمين عليها هتدفع بالمؤشر والارقام السياحيه. انا بنقول لك مثلا احنا حققنا في النص الاول من 2023 اكتر من 7 مليون سائح، ودي لاول مره في تاريخ مصر تحصل. طيب الرقم ده انا عاوز اترجمه بالفلوس يعني، او بلغه الارقام او بالدولار، لان انا محتاج ده. انا محتاج السائح اللي يجي ينفق. انا النهارده تقريبا متوسط الانفاق، نقول مثلا متوسط انفاق تقريبا 100 دولار. طيب انا عاوز ال 100 دولار ده في اليوم بالنسبه للسائح الواحد، انا عاوزه يبقى 1000 دولار و10000 دولار. انا مش اقل كمصر كمنتج سياحي موجود، مش اقل من دول اوروبا، مش اقل من دول امريكا، مش اقل من الدول الثانيه يعني. لا انا محتاج الشريحه دي، زي ما محتاج اتوسع في كافه الشرائح وفي الارقام، محتاج برضو ان انا يجيب لي عائد مرتفع جدا. فهو ده اللي احنا بنستهدف فيه، فبالتالي هيعلي من شريحه الدخل للعمله الصعبه اللي موجوده للبلد. طيب عشان كان في ناس بتعترض بتقول طب انا يعني ايه اللي محتاجينه من سياحه اليخوت، او ايه اللي سياحه اليخوت هتنفع معانا ايه في مصر واحنا لسه يعني بنخطو خطواتنا في هذا المجال؟ سياحه اليخوت ليه ما اخدش حقي وشريحتي من السياحه العالميه؟ انا زي ما قلت لحضرتك احنا بتكلم على 340 مليون سايح موجود. انا بتكلم في منطقه البحر المتوسط. طبعا جنوب سيناء معروفه طبعا اللي احنا السياحه بتاعتها لا غبار عليها، واحنا منتج فريد ومتميز، ولكن البحر المتوسط لم اصل لدرجه جنوب سيناء في الرفاهيه او المنشات والمنتجات السياحيه الموجوده. فبالتالي النهارده اما بخلق ده، هل احنا جاهزين؟ نعم احنا جاهزين، احنا مش محتاجين اي حاجه، هي الاراده السياسيه بالفعل موجوده، في تحرك في الملف ده بشكل كويس. مع العلم في تسهيلات في الجزئيه دي، ان النهارده مش هوقف واخد تصاريح واقعد يومين او ثلاثه لحد ما التصاريح لا يطلع. النهارده يقدر سياحه اليخوت او اي حد مالك من اليخوت الضخمه او الكبيره يقدر يقدم الكتروني، المنظومه بالفعل جاري وشغالين بقدم وثائق وزاره السياحه ووزاره التنميه المحليه ووزاره النقل بالتنسيق مع الجهات طبعا، اللي هي تقدر تطلع التصاريح ده بشكل سريع يعني ما بياخدش وقت. تقدر تدفع رسوم الكتروني وتطلع تصريحك، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. انا اقدر اجذب الشرايح دي موجوده عندي في مصر، هترفع بالارقام والدخل القومي لمصر هترفعه بشكل كبير جدا، وهو ده المستهدف اللي احنا لازم يكون عندنا النوع ده او من الشرايح اللي موجوده. زي ما عندنا السائح العادي او الطبيعي او السائح متوسط الانفاق، لازم برضو يكون عندي التنوع اللي موجود خاصه بالشريحه العاليه الانفاق. طيب مده المهرجان يعني 40 يوم اعتقد 44 يوم. او 44 يوم. هل السياح اللي هييجوا هل هيقعدوا الاقامه يعني هل ده في الخطه، ولا في الخطه ان يتعمل لهم برنامج هيبقى جزء منه في الساحل الشمالي او في مدينه العلمين، وجزء اخر فممكن يتجه الى سيناء الى شرم الشيخ الى الحقيقه السؤال ده جميل. شركات السياحه عامله البرامج دي ومخصصه ان هي ان كل يعني احنا بنتكلم كل يوم في حفلات غنائيه وفي مسابقات سواء على المستوى العربي او المستوى الدولي.
طب يعني السائح مش اعتقد يعني من وجهه نظري ان هو مش هيخرج بره العلمين خالص، لان يعني يوميا يوميا بزخم. هل متاح ان هو يخرج يروح الساحل الشمالي او يروح اسكندريه او يروح مطروح او حتى ينزل يعني تعمل له جوله في اماكن سياحيه بالزبط اخرى؟ بالظبط. ده طبعا متاح بشكل اختياري ان الناس تقدر تروح وتيجي براحتها، لان انت عندك الحريه الكامله انت جاي. لا انا بتكلم ان شركات السياحه بحيث انها تستغل ده، ان يبقى من ضمن البرنامج الترويج ايضا للاماكن السياحيه الاخرى اللي عندنا في مصر. حقيقة. اتوقع ولكن ما عنديش المعلومه الكامله في الجزئيه دي، ولكن اتوقع ان ممكن يتم تنظيم يوم للمتحف المصري الكبير مثلا، خصوصا اللي احنا في منطقه والمتحف الروماني اللي موجود في اسكندريه، احنا خصوصا اللي احنا موجودين في منطقه دلوقتي تمهيد للطرق بشكل كويس جدا، والطرق البنيه التحتيه فيها هايله جدا، وشبكه رائعه، نقدر نعمل ديوز ونرجع تاني. دي هتبقى جميله جدا. فده هيبقى نوع من انواع الترويج، واللي بيجي هيروح. طب من المقومات، احنا عندنا الحمد لله بنمتلك مقومات السياحه، وعندنا انواع كتير جدا من السياح. خلينا نتكلم على القوى البشريه في الوقت ده، احنا محتاجين بقى الشخصيات اللي هتتعامل او المواطنين المصريين اللي هيتعاملوا مع هؤلاء السياح اللي جايين، ايه اللي محتاجينه؟ هي احنا محتاجين كمواطن اولا، يعني نقول المواطن اولا محتاج اللي انت تعرف ان في بلدك المصري معروف بكرمه وطيب اخلاقه حقيقه، ولكن محتاجين نتعامل معاه ان الراجل ده مصدر رزق ناس تانية. احنا بنتكلم في 70 اكتر من 70 صناعه مرتبطه بزياره السائح لمصر. طيب احنا لو حد اساء لا قدر الله اي حد، دي انت بتضر 70 صناعه. طيب هل احنا مقدرين التعامل ومدربين بشكل احترافي؟ نعم نحن مدربين. احنا بنتكلم بدايه من تقديم الاكل، بدايه من اللغه، احنا بنتكلم بدايه من الهيجين، الصحه وسلامه الغذاء المقدمه للسائح. كل المنظومه دي موجوده وبيتم مراقبتها عبر الجان، سواء بقى سريه او سواء معلنه. بيتم التفتيش طبعا بشكل كامل. يمكن احنا هنتكلم في الغرف ودورها. غرفه المنشات الفندقيه قايمه بدور كويس قوي في مساله التدريب، غرفه المنشات السياحيه قايمه بدور كويس في ملف التدريب علشان القدره على التعامل مع السائح. وزاره السياحه مضربه كوادرها على التفتيش والتنظيم، وازاي حتى في مخالفات ابتدينا نطور جزئي في مساله النجمه الخضراء والفنادق الصديقه للبيئه. طبعا دي حاجه كويسه جدا موجوده، واتمنى تبقى العدوى السياحيه دي موجوده في منطقه الساحل الشمالي بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. وتوقع سياحه مصر يمكن السنه دي هنحقق ارقام كويسه ما حققناش قبل كده ان شاء الله، والسنه الجايه 2024 التفاؤل كبير موجود، وفقا لاخر حاجه احنا وصلنا لها من المعارض السياحيه الدوليه. اخر معرضين يمكن اي تي بي برلين والدبليو تي ام والفيتور الاسباني، كانت الارقام كويسه والسوق المصري هيستوعب كتير جدا وخير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا على التوضيح. بتوجه بشكر مشاهدينا الكاتب الصحفي استاذ محمد الاسكندراني المتخصص في الشان السياحي وعضو نقابه الصحفيين. شكرا لوجود حضرتك. شكرا. شكرا لوجودك. شكرا. وكل الامنيات بنجاح مهرجان العالمين الجديده، وطبعا هذا المهرجان اكيد هيبقى ليه مردود كبير جدا لو فعلا قدرنا احنا كمصريين ان احنا ننظمه تنظيم جيد، وان احنا فعلا نعمل بيه نوع من انواع الجذب السياحي. بشكر حضراتكم. بكره ان شاء الله لقاء جديد وملف جديد نناقشه معاكم على ارض مصر.